تغير واضح في خطاب الوزير الأول أحمد أوياحيى تجاه المعارضة، هذا ما أظهرته الكلمة التي ألقاها الأربعاء بمجلس الأمة. أوياحيى الذي أطلق النار على المعارضة منذ أسبوع، ها هو اليوم يهادنها ويدعوها إلى التعاون مع السلطة لإخراج الجزائر من الأزمة. ما عرفوش إلا طالبين ثورة ولا طالبين حوار ولا طالبين مشاركة، قاعدين كذب لي السنة تحت السجرة وكتطيح الباكورة. وبهذه المناسبة أؤكد المعارضة أن يد الحكومة باقية ممدودة لها، باب رئاسة الحكومة وأبواب الوزراء تبقى مفتوحة أمام كل أحزاب المعارضة. تباينت مواقف القوى السياسية المعارضة من دعوات أوياحيى لوضع اليد في اليد، ولا يمكننا أن نتأخر عن الحوار من حيث المبدأ، ولكن ننتظر فقط ما هو مضمون هذا الحوار ومن هم المعنيون بهذا الحوار، عند ذلك نقرر موقفنا النهائي من هذا الحوار، ولكن في كل حالة نحن يعني نتمم هذا التوجه. المعارضة ترجع التغير الحاصل في خطاب أوياحيى إلى الانتقادات التي تلقاها عقب تصريحاته. لعل الجهات العليا تداركت الأمر واستدركت على الوزير الأول بأن اللهجة التي تكلم بها لا تخدم المرحلة، لا المرحلة الحالية ولا المرحلة المستقبلية، وأنه لابد أن يكون وزيرا أولا لكل الجزائريين، لأن الحديث الذي تكلم به في المجلس الشعبي الوطني ليس بلغة رجل الدولة وبثقافة رجل الدولة، وإنما تكلم بلغة حزبية. هو إذن شد وجذب بين الحكومة والمعارضة لضرورات يمليها الوضع الراهن، فهل سيستمر حبل الود أم أنه سينقطع بانقطاع الضرورة؟